لا تكن مع الخاسرين. قف، تفكر. الإسلام دين رحمة. إسلامنا دين سماحة ورحمة وتوسط واعتدال، وقد كان منذ البداية يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، فانتشر في الأرض وراج بهذه التعاليم الراقية والشريعة السمحة التي تدعو للسلام والتسامح، كما أوصى بذلك صاحب الخلق العظيم نبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي قال عنه ربه تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما ما يقوم به الخوارج من بث للرعب والخوف وسلب للحقوق وحرمان من العيش الآمن، فهو انسلاخ تام عن تعاليم الدين ومحاولة لتشويهه وإلصاق كل ما هو قبيح به من ذبح وقسوة وتطرف وإرهاب مقيت. فاحذر يا صديقي، وكن دوما انعكاسا مشرقا لصورة الإسلام الرحيم كما أمر الله عز وجل، وكما علمنا نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا تكن عونا لمن يحاول تشويه الإسلام ببطشه وعن جهيته. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.